الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة على برنامج الإكسل. ده برنامج بيستخدم في المسائل اللي هي بتحتاج جداول عشان نحلها. طيب من أمثلتها، افرض أنا عاوز أعمل برنامج كنترول هي خاص بالفرقة الأولى والتانية والتالتة الرابعة، فممكن من ضمن الطرق اللي ممكن نعملها بيها اللي هو برنامج الإكسل. أنا باجي ببرنامج الإكسل هنا وبكتب أسامي الطلبة، وكل طالب بحط له الدرجة بتاعته بتاعت أعمال السنة، ولو كان في امتحان عملي بحط له درجة العملي، بحط له درجة آخر السنة، وأجيب المجموع، بحط المواد كلها للطالب وأحسب مجموع الدرجات للطالب. ممكن برضك تحسب المتوسط، كم طالب مثلا جايب مقبول، كم طالب جايب جيد، وتحسب التقديرات، يعني بنستخدمها في الحساب. هنا بيبقى عندي في حاجة اسمها شيت، فالشيت ده مثلا افرض هعمل فرق، ممكن أعمل شيت وأكتب عليه الفرقة الأولى، تغير اسمه وتكتب مثلا الفرقة، ممكن انا اروح مثلا بالعربي واكتب الفرقة الاولى، الفرقة الاولى. بعدين عاوز اعمل شيت تاني، الفرقة التانية، اروح جايب شيت تاني كده اهو، برضك بغير الاسم واكتب الفرقة التانية. وهكذا ممكن تكتب الفرقة الثالثة، الفرقة الثالثة الرابعة، هتكتب كذا شيت. طيب افرض عاوز تمسح شيت من دول، فبروح هنا في عندك رينيم، يعني تغيير الاسم، ديليت مع ما مسح، تمسح الشيت اهو كده، يبقى مساح للشيت. فانا هنا عندي ادي شيت الفرقة الاولى، الفرقة الثانية، وشيت اسمه اربعة، ممكن تديله. طيب افرض عاوز تعمل فايل جديد، ملف جديد، بعمل ايه؟ بروح فايل هنا اهو، وبختار نيو جديد، وبختار بلانك ورك، واعمل دبل كليك عليه كده، يبقى عملني ادي ملفين، ادي ملف اكسل وادي ملف تاني مين. طيب الملف ده عاوز اقفله، فبضغط اهو اكس، كل الملف، وده هو اللي فتحه، فتحه حاليا في شيت اربعة. طيب افرض عاوز افتحه للفرقة الاولى اهو، الشيت بتاع الفرقة. اي اكسل شيت بيبقى فيه اعمده، ده عمود اسمه ايه، عمود بي، عمود سي، اف، وكذا، ده عمود، ده هو صفوف. ممكن برضك افرض عاوز تكبر اهو، فبروح للفيو الزائد هنا يكبرها لك، ده عمود ايه، عمود بي، عمود سي، عمود دي، ده مثلا صف واحد، صف اتنين، صف تلاتة، صف اربعة، صف خمسة. طيب في عندي حاجة اسمها خلية أو سل. الخلية هي تقاطع عمود مع الصف، يعني دي عمود بي صف أربعة، فالخلية دي بتسمى بي أربعة. افرض أنا جيت رحت حطيت أي أرقام هنا أهو، تكون مثلا هنا ستة، هنا واحد، هنا خمسة، أي أرقام بتحطها، 40. ثلاثة، أربعة، سبعة، ثمانية، 50، 5. حطينا أي أرقام. فلو قلت لك سألتك قلت لك بي 2 بتساوي كام؟ أو بي 3 بتساوي كام؟ بي 2 أدي العمود صف 2 بتساوي 6، 3 العمود بي صف 3 بتساوي 40، 3 ده العمود صف 3 فبتساوي 30. طيب برضك افرض عاوز احط في الخانة دي ارقام، مثلا 1 زائد 2، ممكن اقول له ده بيساوي، وتكتب عملية حسابية، 3 مثلا زائد 7 بتساوي 10، فده الخانة الموجودة هنا هي دي 3 زائد 7، ممكن اقول له 3 في 7، 7، 3 في 7، ممكن أقول له مثلا 2 أس 4، 2 أس 4، يعني 2 بتضربها في نفسها 4 مرات، أهو يديني 16، وهكذا. أنا ممكن هنا تعمل عملية حسابية عن طريق إن أنت بتحط يساوي، وتحط العملية اللي أنت عاوز تعملها. طيب افرض عاوز أختار خانات عشان أعمل عليها بعض أوبريشن،
مثلا حطيت هنا برضك بعد ارقام اهو، عاوز اختار خانات عشان اشتغل عليها، اما بنختار بالماوس، اخترت شوية دول او اخترت دول بالماوس. طيب عاوز اضيف ليهم دول، فبضغط على كنترول واضيف دول، انا كأني مختار دول ومختار دول. طيب افرض عاوز اختار دول، ممكن بالشيفت تضغط على الشيفت واختارهم، اضغط على وانا ضغط على الشيفت بضغط سهم فوق وسهم اليمين والشمال، سهم اللي فوق واللي تحت، فممكن تختار عن طريق الشيفت، بس دي الخانات المتجاورة. عشان اختار المجموعة التانية دي بضغط كنترول واختار دي. طيب افرض ساعات عاوز اعمل عملية على صف او عمود، فازاي اختار صف او عمود؟ اختار عمود بضغط عليه اختار لك العمود كله. طيب عاوز اختار الصف، طيب اختار الصف بضغط على الصف كله كده. طيب التحديد افرض عاوز احدد الورقة كلها، عشان احدد الورقة كلها بضغط على العلامة دي بحدد لك كل الشيت. طيب يبقى اختار صف بضغط هنا اهو، اختار عمود بضغط هنا اهو، اختار كل الشيت بضغط اللي هو هنا. طيب افرض خليه عاوز اعدل الخانة بتاعتها، باجي من هنا وبروح هنا اعدل القيمة، بدل 20 عاوز اخليها مثلا 25، اعدل او ممكن اضغط هنا وتختار F2 فيسمح لك انك تعدل القيمة. او خليت طيب عاوز انسخ حاجة، فممكن تختار ادي مجموعة واقول كوبي، تيجي تروح هنا مثلا واختار بيست، هنا كنترول سي دي كنترول. طيب عاوز امسح مجموعة اتعلم عليها اهو واختار ديليت كده تمسح. طيب عاوز ساعات بتحتاج احط صف او عمود، يعني ازود صف او عمود، اعمل ايه؟ اروح هنا اهو في بضغط هنا اقول له انسيرت، يعني دخل ادي صف في النص اهو، وهدي له ارقام 20 مثلا 25 35 كده، يبقى انا دخلت صف. طيب عاوز ادخل عمود، اروح هنا واقول له انسيرت دخل لي عمود، او احط اي قيم 3 5 10، فممكن تدخل صف او تدخل عمود. طيب ساعات بيبقى عاوز حاجة اسمها التعبئة التلقائية، انا مثلا افرض عاوز اكتب 1 2 3 او اكتبهم من اهو، فمش معقول اقعد اكتب هنا 1 2 3 وافضل اكتب هنا 1 بعدين 2 بعدين 3، بدل ما تقعد تعمل كده لا، انا ممكن اعلم على دول، اتعلم على خانتين وبمدها كده، وهو اوتوماتيك بيعرف ان انا بزود 1 فبيكتب 1 2 3 كملهم. افرض مثلا بستخدم 2 3 2 4 6، فدي كاتب 2 4 بدل ما اقعد اكتب بقى 6 8، لا بعلم على دول كده اهو وامسك دي وامدها، هو اوتوماتيك هيجي عارف ان انا بجمع 2 فيقول 2 4 6 8 وهكذا. طيب افرض مستند عملته وعاوز احفظه، فلما بتضغط على علامة الحفظ دي يقول لك هتضغطه انهي اسم، هتحفظه اسم معين. وبكتب بقى الاسم بتاعه اللي احفظه بيه وليكن بوك 1، واحفظه في المكان اللي يبدو كده، كده هيتخزنه باسم بوك 1. في خلي بالك من الاكستنشن اللي هو اكس ال، ده الاكستنشن بتاع الاكسل. برضك افرض انا عملت تغييرات وعاوز احفظ، اي تغييرات عملت احفظها اهو وعاوز احفظها، ده بعمل التغييرات واحفظها، فممكن تضغط على سيف احفظ لك او كنترول اس، انا ضغطت كنترول اس قال لي هو حفظ. طيب عاوز افتح عاوز افتح اكسل اكسل جديد، قلنا يا اما بروح فايل واختار نيو اهو واختار بلانك، او يا اما بضغط كنترول ان، كنترول ان افتح لي واحد جديد، ده كنترول ان، كنترول ان جراح فتح لي ادي واحد جديد، عاوز تقفله بروح هنا. طيب افرض عاوز افتح مصنف او مصنف كان موجود قبل كده، فبروح هنا واختار مين اوبن بس، وتفتح اي مصنف كان موجود قبل كده، او ممكن تضغط على كنترول او
كنترول او هيديني الشاشة هنا وتفتح حاجة كانت موجودة مين قبل كده. طيب افرض عاوز تجمع خليتين مثلا، عاوز اجمع لك اقول لك ما نتيجة جمع مثلا الخلية اهو، اقول يساوي هنا يساوي، عاوز تجمع لي الخانة دي زائد مثلا الخانة دي. فالخانة دي اللي هي بالأزرق دي اللي هي العمود بي الصف 4 فتبقى بي 4، والخانة اللي هي بالأحمر ده العمود دي الخانة صف 4 فتبقى دي 4، فده هيجمع لك 22 زائد 5 هيدينا 27. طيب افرض بدل جمع عاوز ضرب، بدل علامة الزائد دي تعملها فيه ضرب، وهكذا ممكن اسمك فبدل دي تبقى على. افرض هجيب بدل دي عملها على ده عملها اس، وهكذا افرض اس يبقى علامة الاس اللي هو دي، فيجي هو اس ده وهكذا. طيب افرض عاوز مقارنات، اقول هل الرقم ده يساوي الرقم ده ولا لا، فبكتب يساوي واجرح جايب مثلا الرقم ده اللي هو بي 4، اقول يساوي مثلا 8، فبيقول لي فولس هما غير متساويين. طيب هل ده هو اكبر من ده، هيقول لي هل بي 4 اكبر من 4، فالاجابه فولس. طيب هل هي اصغر منها او يساويها؟ الاجابه ترو، قال ان دي 22 ف22 اصغر من او يساوي 30، عشان كده اداني مين، ففي اكبر من اصغر من اكبر من او يساوي اصغر من او يساوي في يساوي في نوت ايكوال غير متساوي. طيب في علامه اسمها علامه الضم، ان انا افرض عندي كتبت تكست مثلا، كتبت اسم خالد مثلا، في تكست تاني مثلا في حتة تاني مثلا حسين، طيب عاوز اضم الاتنين مع بعض، بكتب هنا يساوي واقول الخانة الاولانية، بعمل علامة الضم اللي هي الاند، وبعدين بعمل الخانة دي، هتلاقي الاتنين ضمهم على بعض في خانة واحدة. فالعلامة بتاعت الاند دي بتسمى علامة الضم. طيب افرض عاوز مثلا اجمع اختار هنا وعاوز اجمع مجموعة من الارقام، فبكتب يساوي في بكتب كلمة صم، ده حل، او تروح للفانكشن هنا وتختار اللي صم. طيب يجمع مين؟ بيختار النمبرز اللي عاوز يجمعها، وليكن عاوز اجمع مجموعة الارقام اللي هم فده هيجمع لك المجموعة دي هنا، قايل لك دول لو جمعت المجموعة دي هيديني 31. طب المجموعة دي بتبدأ منين؟ دي 2 اللي هو الكورنر ده، ودي 3 هو الكورنر ده، فكأني بجمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 25، 2 و3 5 زائد 25 يبقى 30، 1 يبقى 31، فالإجابة هيديني 31. طيب افرض عاوزة تجمع تاني مجموعة تانية، فبروح هنا واختار الصم، في اختار مجموعة تانية وليكن المجموعة دي، بقول اوكي راح جمع لي. عاوز اتأكد انهي مجموعة اللي بيجمعها، روح اقف عليها هيقولك انت بتجمع المجموعة دي، هي 8 زائد 7 زائد 35 زائد 4 زائد 3 زائد 32، فبتجمع المجموعة دي. طيب افرض عاوز اجمع مجموعتين، فبروح هنا وبرضك بختار صم، في النمبرز اللي هي المجموعة الأولانية أقول لي اجمع دول، طيب والمجموعة التانية أقول لي اجمع المجموعة دي مثلا، ودي أوكي كده، يبقى هو بيجمع مجموعتين، مجموعة اللي بالأزرق دول في المجموعة التانية اللي هو بالأحمر. طيب وبيحط لك هنا لو جيت أكتب الأمر بيحط لك ما بينهم كومة، بينهم كومة معناها بيجمع المجموعة دي زائد المجموعة التانية. طيب افرض انا اجمع مجموعتين تانيين،
اقرا حاطط هنا واختار سام وهجمع المجموعة دي، وبعدين هجمع مجموعة تانية وليكن المجموعة دي وديو كده. لو رحت هتلاقيه جمع المجموعة دي زائد المجموعة دي تاني مجموع. طيب لو انا الكومة اللي وهنا بتتكتب الامر ازاي؟ بيتكتب صم B2، يعني ادي الكورنر بتاع الازرق هنا B2. بعدين ممكن نكبر شوية عشان دي هنا اهو المجموعة الأولانية اللي هي B2 B4، في المجموعة التانية اللي بالأحمر دي هي C3 اللي هو الرقم ده C4 اللي هو الرقم ده، فدي المجموعتين اللي هو بي. طيب لو أنا شلت الكومة خليتها مسافة بدل الكومة تجمع لك تقاطع المجموعتين، هيجمع المجموعة دي زائد المجموعة دي، لا هيجمع لك التقاطع بتاع المجموعتين، التقاطع بتاع المجموعتين اللي هو رقم 25 و25 و5 و3، 25 و25 50، في 3 و5 8، 8 زائد 50 هي 58. فأنا بدل الكومة اللي هنا لو عملتها مسافة الإجابة هتديك 58، 58 هي تقاطع المجموعتين. فأنا ممكن طيب ان انا بدل ما اجمع دي واجمع دي، لا انا عاوز تقاطعهم، فبختار بدل كومة بعمل مين؟ طيب اف ده انا قلت لك مثلا برضك امر صم، قلت له صم اجمع لي مثلا المجموعة دي، في جيت رحت مزود هنا اهو قلت له كومة مثلا رقم 10. طيب عمل ايه هنا؟ جمع لك 1 زائد 2 زائد 3 زائد 25، يبقى 25 و35، 31 ويزود عليهم 10، 31 زائد 10 يديني 41، يبقى يديني 41. برضك اف ده انا مثلا عاوز اقول يساوي اكتب 5 زائد 2 في 3. طيب لو قلت لك ده هيدي كام؟ ده هيبقى 5 2 في 3 هي 6، 6 زائد 5 يبقى يديني 11. طيب لو انا قلت التلاتة عاوز اضربها في القيمة دي 5 زائد 2، لازم اعمل اقواس كده اهو عشان اجمع الاول، يعني يجمع لي 5 زائد 2 في الاول وبعدين يضرب في 3، لكن من غير الاقواس يبقى هيضرب 2 في 3 في الاول وبعدين يجمعها زائد 5، فالنتيجة هتبقى 2 زائد 5 7، 7 في 3 ب21، هنا 21. فده بيوريك ازاي تستخدم الأقواس. طيب اف ده انا في تاني اهو الشيت بتاع الفرقة التانية في رقم عاوز استخدمه في الشيت الأولاني، رقم مثلا اهو وليكن ادي رقم 10 اهو، والرقم ده عاوز استخدمه في الشيت الأولاني، فهعمل كنترول سي كوبي، في هروح هنا اهو مثلا احط هنا اهو كنترول في. طبعا البيست هنا فيه اختيارات كتير، اختيارات كتير، فانا اقول له بيست لينك. طيب بيست لينك هنا اهو معناها شوف راح كتب لك ازاي، كتب لك ادي الفرقه الاولى وبعدين علامه التعجب ودولار ساين بي دولار ساين 2، الفرقه الاولى معناها ان الفرقه الثانيه معناها ان جايبها من الشيت بتاع الفرقه الثانيه هو الرقم ده. طيب وبي 2 معناه هو واخد العمود بي الصف 2 بس في الشيت الثاني اللي هو بتاع الفرقه الثانيه. طيب ايه الميزه ان انا عملت لينك؟ الميزه ان انا عملت لينك ان انا لو رحت الرقم ده اتغير هنا اهو مثلا بدل 10 خليته مثلا 25، هتلاقي اوتوماتيك اتغير هنا اهو 25. فانت اول ما تعمل يا بيست از لينك هتلاحظ ان الرقم وانت تغير هنا اهو اوتوماتيك يتغير في التاني. طيب احنا خدنا الصم، في طبعا دوال كتير غير الصم، دوال كتير غير الصم، مثلا المتوسط average يجيب لك مجموعهم ويقسمهم على عددهم ده average.
نفس الحكاية، ادي قلت له اعمل لي افريج للارقام دي معهم ويقسمهم على عددهم. طيب قلت له اعمل لي زود لي مجموعة تانية المجموعة دي القيمة. طيب عاوز التقاطع ما بينهم، او التقاطع ما بينهم فتشيل الكومة دي، الكومة دي هتشيلها اهو، تبقى المجموعة دي يبقى كأنه رقم واحد بس 25. فالافريج لرقم واحد 25 هو 25. دي اول ما خليتها مسافة بدل كومة يبقى بيجيب التقاطع في الأول، تقاطع المجموعة الأولانية مع تقاطع المجموعة التانية هيديني 25، بعديها يحسب الأفريج فهيديني 25، فالرقم يطلع لك 25. طبعا في دوال كتيرة تاني مثلا زي ماكسيمم، مثلا أدي الماكس أكبر قيمة، أقول له هات لي أكبر قيمة في المجموعة دي، فأكبر قيمة في المجموعة دي 50، فيطلع لك مين؟ 50. طيب أعمل له مجموعة تانية أكبر قيمة في المجموعات دي، هنا مجموعتين أكبر قيمة في المجموعة دي هنا 50، وأكبر قيمة في المجموعة الحمراء دي 45. طيب وأكبر واحدة هنا 50 وهنا 45، يبقى أكبر واحدة كام؟ 50، عشان كده يديني الإجابة 50. طيب بدل الماكس مثلا ممكن يبقى فيه مينيموم، أو فانكشن مينيموم دي موجودة فين؟ افرض هنا فانكشن اللي أنا استخدمتها كتير قبل كده، افرض عاوز أجيب فانكشن تانية فبروح هنا وأدور عليها أو بتكتب المينيموم او بتكتب او بدل ماكس هتكتب مينيمم. المينيموم عندي مينيموم هنا واحد، مينيموم هنا ثلاثة. طيب واحد وثلاثة عندي المينيموم واحد، عشان كده هيديني هنا واحد. فانت ممكن تكتبها او بتكتب اول حروف، يعني مجرد ما اكتب ادي مين هتلاقيه يجيب لك كل الاسس اللي عنده اللي بتبدأ بام عاد، فانا هتختار ادي مين وتكمل تكتب مثلا ان انا عاوز مينيموم للمجموعه مثلا بي 2 الى صار مثلا عاوز مثلا اي 6، تقفل ممكن تكتبها مانيوال كده. يبقى المجموعه من 2 لغايه 6 اصغر رقم اللي هو مين؟ هو 1. طيب في حاجه اسمها كاونت، وعد مثلا ميثود اسمها كاونت، يا اما بجيب اول وادور عليها هنا او يا دوبك بتكتب اول حروف وهو كاونت يعني عد كاونت. طيب كاونت مين؟ عد الارقام دول. طيب دول كام رقم؟ اهو دول 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني المجموعة دي فيها 8 ارقام، فالاجابة هنا يديني 8. طيب افرض بدل دي خليتها ايه؟ او خليتها بي واحد، فبي واحد المجموعة دي برضك هنا مفيش ارقام فتظل زي ما هي كام؟ 8، لان انا بقول كاونت بيعدل لك الخانات اللي فيها ارقام، الخانتين دول مفهومش ارقام فمش هياخدهم في العد، لكن دول فيهم ارقام عشان كده اداني 8. طيب افرض قلت له امر تاني مثلا كاونت اف، كاونت كاونت اف في اديته مجموعة، هذه مجموعة معينة قلت له كاونت اف اكبر مثلا من أو الأرقام اللي هي أكبر من مثلا 10، هيطلع لي الأرقام اللي أكبر من 10 اللي هما 9 أرقام. طيب قلت له مثلا غيرت كاونت الأرقام أكبر من 30، اداني الأرقام اللي أكبر من 30 5. فاحنا لو شفنا في المجموعة دي الأرقام اللي أكبر من 30
ادي 1 2 3 4 هما 5 اكبر من 3. هنا رقم ادي 1، هنا مفيش، هنا ادي 3 4 5، ادي 5 ارقام اكبر من 3. عشان كده لو قلت له عد كاونت اف الارقام الاكبر من 30 برضه كيف مثلا عاوز اصغر من، فبقول له مثلا هات لي الارقام هي مثلا اصغر من 5، كم رقم اصغر من 5 في المجموعة دي، فيقول لي في 5 ارقام اصغر من 5 في المجموعة دي. طيب كم رقم مثلا يساوي، اقول له كم رقم بيساوي 5 المجموعة دي، فيقول له في رقمين بيساوي 5، ادي مثلا 5 المجموعة دي، ففي واحدة ودي واحدة تاني تساوي 5. فممكن أقول له عد الأرقام اللي هي بتساوي 5، مثلا أرقام أكبر من 5، أصغر من 5، أكبر من أو يساوي 6، أصغر من أو يساوي 10، زي ما أنت عاوز. طيب في برضك الميديان، شوف ده أنا عاوز أقول له احسب لي ميديان، أقول له احسب لي الميديان، تكتب أول حروف هو بيجيبها لك على طول، ويحسب لي الميديان للأرقام دي. طيب الميديان بيتحسب ازاي؟ تعملهم ممكن ترتبهم، تعملهم سورتنج، الأصغر فوق فالأصغر 2 و3 والأكبر تحت اللي هو 8 و10، فيبقى الميديان الرقم اللي في النص اللي هو 5، هتطلع لك أدي 5. طيب نجربها تاني، تكتب أهو بيساوي الميديان. يختار مجموعة تانية، هدول أكبر أرقام اللي هم 40 و32، وأصغر أرقام اللي هي 4 و5، يبقى الرقم اللي في النص 130، يبقى يدينا كام؟ 30. طيب افرض بقى الميديان لرقم زوجي، في أرقام عددها زوجي، فافرض المجموعتين دول، المجموعتين دول يبقى عددهم زوجي، يبقى هيرتبهم وهيبقى في رقمين في النص عشان العدد زوجي، الرقمين اللي في النص هيجمعهم ويقسمهم على 2. عشان كده بتلاقي لما أرقام زوجية هنا مدخل كله أرقام صحيحة بيدلك تطلع لك انصاص، لأن هو يرتبهم وياخد رقمين في النص يجمعهم ويقسمهم على عددهم. برضك في فانكشنز تانية مثلا زي فاكتوريال، أقول له احسب لي فاكتوريال أو فاكتوريال في رقم معين وليكن رقم 3، يبقى هنا هيضرب لك كام؟ هيضرب لك 1 في 2 في 3، فالإجابة هيبقى 6. طيب احسب لي مثلا فاكتوريال 4 أو فاكتوريال 4، يبقى كام؟ 1 في 2 في 3 في 4. طيب في لوج، أقول له مثلا لوج 10، لج بس ده الأساس 10، فلج 10 ادي 1، الأساس 10. طيب عاوز لج الأساس معين، فبقول له لج وتحط الرقم، بيقول لك حط الرقم وبعدين حط البيز اللي انت عاوزه. طيب الباور يعني رقم أس رقم، فلما بكتب علامة الأس لما بستخدم الفانكشن اللي هي باور، احنا عملناها بعلامة الأس، فادي بالفانكشن باور. هتكتب مثلا ادي 5 باور 2، يبقى 5 أس 2، يبقى 5 في 5 اللي هي 25. في الجذر التربيعي، لو قلت له عاوز احسب الجذر التربيعي ل 25 اللي هو ب 5، اقول له سكوير روت هو وأديله رقم 25 بس، فالإجابة هيديني كام؟ 5. في طبعا دوال زي الساين والكوساين، وفي الباي، باي ده اللي هو 3 و14% تقريبا، صح ودي باي. طيب الباي دي في الراديان هي بتكافئ 180 درجة في الديجري، فباي راديان كفئة 180 درجة في الديجري، باي على 2 راديان بكفئة 180 على 2 اللي هي 90 في، فهنا الساين والكوساين بيبقوا بالراديان.
عشان يجيب ساين 90 ما كتبهاش ساين 90، لو ساين 90 هيديك إجابة غلط لأن شغال هنا ريديان. قول له ساين باي على 2، عشان كده ساين باي على 2 اللي هي بواحد، لكن لو كتبتها أنت بالديجري 90 هيديك إجابة غلط. إجابة غلط ليه؟ إجابة غلط هنا الساين والكوساين والتان بدخل الانبوت بتاعها بالريديان، بالريديان 90 اللي هي باي على 2. أخوات باي أدري. طيب ساعات بيضطر نتعامل مع الأيام والديت، هنا في فانكشن اسمها ديت، فانكشن اسمها ديت دي بتتعامل بديله يقول لك يير، بديله سنة مثلا سنة 2020، في مانس مثلا شهر 5، في الداي مثلا 7، ودوس انتر. ادي يوم هو 5/7/2020، يعني الداي. هنا بيقول لك في فورماتس كتيرة، في حاجة اسمها ممكن ده الشورت ديت، افرض عاوز احول الفورمات لونج ديت فبختار لونج ديت، بدي اليوم اللي هو كان سارس داي ماي 7/2020، عاوز ارجعها تاني شورت اخليها شورت. طيب افرض الاكسل دي من اول سنة 1900 بيبتدي يعد الايام 1 2 3 من بداية 1900، فانا لو كتبت ده جنرال هيديني الرقم ده، الرقم ده هو عدد الأيام من بداية 1900 لغاية اليوم اللي انت كتبته، كام يوم عدى. فانت لو عملت عاوز تعرف عدد الأيام بحولها ادي نمبر او بعملها جنرال الرقم ده، عاوز تخليها شورت ديت ادي الفورمات بتاعت شورت ديت برضك. عاوز تعمل مثلا اف ستيتمنت، اقول له اف الرقم ده مثلا اكبر من 20 يبقى الطالب ناجح، أقل من 20 يبقى الطالب راسب. عاوزين نعملها فبقول له اهو اكتب لي الطالب دوت، بكتب الفانكشن اللي هي اف أو يساوي فانكشن اف. طيب اف اكتب التست، ايه التست بتاعي؟ تست لو طالب مثلا جايب أكبر من 20 يبقى ناجح، أكبر من 20 أعتبره ناجح، أقول له باص عادي. طيب لو هو جاب أقل من 20 يعتبر فيل، فأكتب هنا. طيب فهو هنا جايب الرقم ده مش أكبر من 20 عشان كده كاتب له فيل. طيب هل أقعد أكتب دول لكل دول؟ افرض أنا العمود ده كله عاوز يكتب لي فيل أو باص، لا انا بروح هنا واحرك ده كده هو اوتوماتيك بيحسب لي هنا، يقول لي الرقم ده 8 فيل، ده هو اكبر من 20 يبقى باص، ده 7 فيل، ده اكبر من 20 يبقى باص. طب لو انا غيرت دي 20 خليتها 21 على طول ده اتغير اصبح مين؟ باص. انا عندي الاف ستيتمنت، افرض مثلا عاوز تحسب مثلا الطالب ناجح ولا راسب، فبقول له اف بديله الخليه بقول له مثلا لو أكبر من كذا يعتبر ناجح، وممكن تكتب الكلمة دي بالعربي ناجح والكلمة دي تكتبها بالإنجليزي راسب، فأنا ممكن أكتبها لك أهو بالعربي ناجح أهو، تكتبها مثلا راسب. طيب عاوز اطبقها على الباقيين بعد اكتبها كل مره؟ لا انا بعمل كده اهو، هو اوتوماتيك بيطبقها، ده ناجح من اكبر من 20، ده راسب اللي هو اقل من 8 وهكذا. ممكن بقى تعملها تقديرات ومثلا ده جايب A جايب B جايب C، دي برضك ممكن تعملها برضك. خلي بالك هنا في ان انت هتكتب عربي ولا انجليزي، بيج لاي اوت ودي حاجه مهمه، يقول لك عاوز رايت تو ليفت مين للشمال، ولا عاوز خليها من الشمال رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت، فزي ما انت عاوز اهو. لو هتكتب انجليزي بتعملها بالمنظر ده، لو
لو انت عاوز تكتبها بالعربي بتعملها من اليمين للشمال، لو عاوزها بالانجليزي يبقى بتعملها من الشمال لليمين، فكده بالانجليزي من الشمال لليمين، او تغيرها بالعربي من دي مهمة خالص، ان احنا لو الكشوفات هتبقى عربي فلازم بخليها من اليمين للشمال، لو انجليزي بخليها من الشمال الى طيب هنا برضك في تنسيق الخلايا. انا ممكن لو اخترت هنا اهو ممكن اعمل تنسيق للخلايا، في عندي مثلا جنرال ده اي حاجة، هنا نمبر يعني ده رقم، تقول له ان الرقم مكتوب مثلا، فانا ممكن جنرال ده نمبر بتاعت نمبر، دي كرنسي معناها دي فلوس بلد بسيط، دي برسنت يعني نسبة مئوية، افرض كنتها 5 وقلت له اعملها برسنت 5، اقول له اعملها برسنت فكأنه اضربها في 100 فده 500%. افرض مثلا ادي بوينت 2 وعاوزها برسنت، اروح هنا اهو لما تختار برسنت من هنا عاوزها برسنت. افرض عاوز تايم، التايم ماتس تايم، افرض عاوز تحط مثلا اقتراص مثلا، ادي عملت مثلا ادي رقم نص بعملها فراكشن لك 1/2 بقى ساينتفك فورمات، قلت له تعملها مثلا الرقم ده ساينتفك فورمات اللي هي اس 5.16 اس، يعني في 10 اس 11، 10 اس 11 وهكذا. طيب افرض انا مجموعة خلايا عاوز اضمهم في خلية واحدة، يعني مثلا افرض انا كاتب عنوان، ادي ادي العنوان والعنوان عندي ممتد، بس العنوان هنا هو تبع الخلية دي، فانا عاوز اظبطها بحيث يبقى كل دول مدموجين يندمجوا كخلية واحدة، فبروح هنا واعلم على ميرج اند كل دول اندمجوا في خلية واحدة، الثلاث خلايا دول اصبحوا خلية واحدة، اعلم لك عليهم كخلية مين واحدة. عملت افرض عاوز اتراجع عن غلط عملته، كنترول زد اهو يعني تاني اهو اصبحوا يبقوا 3 خلايا، عاوز امسح اهو لما تمسح هي خلية واحدة فطبعا تتمسح. طيب ساعات وانا بعمل جدول عاوز بس يبقى ليه حدود هو بيطبع مثلا، فبتروح تعلم عليه اختار اللي هي البوردر بتاعه اهو، روح فورمات سيل مثلا وبقول له البوردر في كذا اوبشن، انا مثلا يبقى من بره بس خطوط بره بس، بعمل الاختيار ده يعمل لك خط بس من بره. طيب افرض انا عاوز خطوط من جوه برضه بره من جوه بالمنظر ده، هيخطط لك الجدول من بره ومن جوه. افرض عاوز اعمل اندو الكلام ده بعمل كنترول زد في التنسيق بتاع الجدول، فانا ممكن اختار تنسيق الجدول، اختار هنا تختار مثلا تنسيق مثلا بالمنظر دوا او بالمنظر دوا، في عندك كذا ولك بيه منظر زي افرض عاوز اغير منظر تاني تختار هنا اهو، بعدين بختار اي ولك بيه مختلف. طيب في حاجة عندي ان انا في بعض ارقام ساعات بتبقى مثلا عاوز الارقام دي يديها هايلايت، يعني يديها ينبهني ليها، يعني ارقام معينة لو ظهرت ينبه لي ليها، فازاي اقول له؟ فادي بختار مجموعة ارقام من اهو، بعد اروح كونديشنال هايلايت بقول اعمل هايلايت، يعني علم لي على الارقام مثلا لو هي اكبر من معين قيمة معينة او اصغر من قيمة معينة او بين مثلا رقمين او بيساوي كذا، فما قلت له مثلا علم لي على الارقام مثلا اللي هي اصغر من 10 مثلا، يقول الطلب مثلا ساقطين، اقول له كل الارقام اللي اصغر من 10 فيها وتختار اللون اللي انت عاوز يديه، مثلا اقول له لون احمر فاتح، فيبقى اي رقم المجموعة دي هيقل عن 10 هيعلم لك عليه، مثلا 25 دي
لو قلت اصبحت 9 اهو تلاقي عملها على طول اوتوماتيك احمر، وهكذا ال 22 دي لو قلت بقت 8 علمها لك اوتوماتيك بالالوان الاحمر. في عندنا حاجه اسمها كونديشنال فورمات، اللي هي بيبقى شرط معين بتحطه، لو الشرط ده اتحقق يعمل لك الخانات بالوان معينه. برضك ممكن اقول له في الكونديشن فورمات في حاجه اسمها داتا بار، يعني الرقم مثلا لما يزيد تزوده، يعني يديني لون تدريجي يبين لي ان الرقم ده زاد، مثلا اعملها مثلا باللون الاحمر، مثلا اشوف الرقم ده 1 قليل فاعمل لك شرطه 1، 25 ده كتير شويه لكن 38 اكبر، 50 اكبر واحده فاعمل لك بار للاخر. فهنا ده بيديك بس بسهوله بتقدر تلقط الرقم الكبير موجود. طيب ساعات بيبقى الصف اللي فوق بيبقى مثلا في مثلا درجة العمل، درجة مثلا أعمال السنة، فأنت عاوز الصف اللي فوق دوت يبقى فيه معلومات أهو، عاوز المعلومات دي تظل موجودة ما تتحركش. يعني أنا مثلا أول ما بنزل تحت كده لو عندي شيت فيه مثلا 300 طالب هتلاقي الأعمدة اللي فوق اختفت، والأعمدة اللي فوق الصف اللي فوق مثلا عاوز يثبت، فبعمل إزاي؟ أهو ممكن بتروح هنا أهو وبقول له فريز بانل، بقول له ثبت لي الصف اللي فوق، صبره بعمل لك فريز للصف مين اللي فوق. فانا لو نزلت تحت هتلاقي دي الصف اللي فوق ثابت، لكن لو انا شلت الفريز دوت ان فريز اهو، لو انا نزلت تحت اهو بيت معايا. طيب نفس الحكايه في العمود، افرض عاوز ثبت العمود ده، فبروح هنا فريز بقول له فريز فيرست كولوم، ثبت لي العمود الاولاني. فانت لو رحت هنا اهو اهو هتلاقي العمود الاولاني ثابت معاك، لكن لو انا شلت دوت ان فريز بانل رحت اهو هتلاقي العمود الاولاني اختفى معاك. فساعات انا بحتاج اثبت مثلا الصف الاولاني، ثبت العمود الاولاني، فممكن تعملها بالطريقه دي. طبعا في يعني اوبشن مثلا تملك ده مثلا نصين اهو، بس افرض انا الجزء اللي فوق ده عاوز احركه ما اعتمدش على الجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق مثلا ده بيبقى بداية الجدول اهو، مثلا بداية الجدول، والجزء اللي تحت ده بيبقى عاوز احركه فوق تحت، برضك دي ممكن استخدمها. عاوز الغيها بروح كده اهو، واروح مثلا على الجنب ده في الشيء. طيب في برضك الترتيب، افرض مثلا ارقام، او افرض انا كنت عاوز ارتب مثلا صف او ارتب مثلا عمود، فبروح اختار العمود اللي عاوز ارتبه وبختار سورت مثلا، اما من الاصغر للاكبر smallest to largest او من الاكبر للاصغر، فبختار سورت. يقول لي طيب هل السورت ده عاوز يمتد رتب لك الصف كله، يعني الستة ده موجود في الصف 2، الـ40 ده موجود في الصف 3، فكل الصف يغيره لك. لو اخترت اكسباند سيلكشن وقلت له سورت اهو هتلاقي غير لك ادي الاثنين، كان دي اثنين كان قصادها 10 جاب لك ال10 فوق، وكان قصادها 3 هنا 6 مثلا كان قصادها 4 و1 فجابهم لك فوق ده. لكن افرض انت عاوز ترتب ده فقط من غير ما يأثر على باقي الصفوف معاك، بقول له سورت اهو مودس مثلا في كونتينيوز كارنت سيلكشن فقط، يعني هيرتب لك العمود ده فقط مش هيغير في اي ترتيب الاعمده اللي قصاده، بس غالبا احنا اللي بنعوزه اللي هو التاني اللي هو سورت، وبختار اكسباند يرتب لك باقي مع يعني باقي الاعمده بيرتبها مع بيغير لك ترتيبها مع التغيير ده. برضك ساعات بختار في حاجه اسمها فلتر، بقول له ضيف فلتر اهو، ففلتر مثلا بيديني مثلا كل افود عاوز الطلبه الراسبين بس، بقول له بدل ما تختار كله عاوز الراسبين بس، اقول له اختار لي الراسبين فبيطلع لك الطلبه الراسبين. طيب افرض عاوز اطلع الناجحين فقط اهو، اختار الناجح فقط فيطلع لي الناجح فقط. افرض عاوزهم كلهم اهو، بختار سيلكت اول فيطلع لي كله. الفلتر ده بنستخدمه عشان اطلع مجموعة معينة بتتحقق فيها شرط معين هو اللي يطلعها، والباقي يخفي ما يطلعهوش. برضك هنا افرض عاوز تخفي صف او عمود، هنا حاجة اسمها هايت، صف العمود ده خفيته، طيب عاوز اخفي الصف ده اهو بروح هنا واقول له هايت. طيب عاوز اشيل ده اشيل الهايد، بس هنا ادي 3 وادي 4 اختفى فاضل وادي 5، عاوز اشيل اللي انا خفيته فاقول ان هايد، يعني ايه اللي اتخفى.
انا برضك بعلم على دول واقول له انا هايد قايل لك اللي انت هفيته. طيب برضك افرض عاوز تتحقق من صحة بيانات، يعني اليوزر يدخل لك قيمة والقيمة دي تنطبق عليها شروط معينة، فاروح انا اقول له داتا، يبقى اقول له داتا فاليديشن. طيب اقول له دخل لي مثلا قيمة، في القيمة دي لازم تبقى مثلا اقل من 10، ازاي 10؟ اقول له اوكي الخانة دي يا اف 8 بس، فلو رحت انا اف 8 دخلت 5 هيقبلها، لكن اف ده انا جيت رحت مدخل رقم اكبر من 10 دخلت 15 هيقول لي ده غلط، الرقم اللي انت دخلته مش مظبوط. فهو هنا في خانات بيبقى اسمها داتا فاليديشن، ان انا لازم الداتا تبقى تتحقق شروط معينة فبختارها بمنظر. برضك هنا في انسيرت، في حاجات كتيرة ممكن تعملها انسيرشن، مثلا ممكن تعمل بيكتشر صورة شيب، تعمل ايقونات سكرين شوت خدها سمارت ارت، كل ده ممكن تعمل له انسيرشن. في عندك بقى ممكن اللي هي تشارتس، مثلا افرض اديته ارقام زي كده قلت له اعمل لها تشارت فاعلم عليها اهو، قول له اعمل لي مثلا بارس، ادي كام مثلا كام عليها او اعلم عليها يعمل لك بار مثلا ادي هاي بارس. طبعا في عندك اوبشنز، ممكن مثلا عاوز اعملها باي، اعلم على مجموعة ارقام هو واروح انسيرت في اول اعملها لي باي مثلا بالمنظر ده، اعملها لك باي في بيدي ادي اللي هنا القيمة، يعني كل قيمة لك بلون مختلف، فممكن تدخل أشكال مختلفة. ممكن بقى تعلم على رقمين مثلا وتعمل إكس وواي، سيرت درو مثلا، فدي بنستخدمها للرسومات.